بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة الأسبوع 13 باركنسون ديزيز أو بنسميه أكاينيتيك ريجيد سيندروم. أكاينيتيك ريجيد سيندروم إيش الديفينيشن تاع باركنسون ديزيز؟ مرض باركنسون هو عبارة عن chronic slowly progressive neurodegenerative disorder. chronic slowly progressive degenerative disorder أو neurodegenerative disorder characterized by loss of pigmented neurons. loss of pigmented neurons. هذه البيجمنتد نيرونز بتفرز مادة الدوبامين بسموها بيجمنتد دوبامينيرجيك نيرونز. وين موجودة؟ of the substantia nigra. الموجودة في substantia nigra. ايش بتسبب؟ causing tremor at rest, muscle rigidity, bradykinesia and often associated with dementia. التعريف بتاع المرض لخص لنا كل شيء عن المرض، انه عبارة عن chronic slowly progressive neurodegenerative disorder characterized by loss of pigmented dopaminergic neurons caused by اللي هو ايه؟ واحد resting tremor، اثنين muscle rigidity، ثلاثة bradykinesia or hypokinesia and often associated with dementia. يعني هذا المرض ناتج عن نقص في افراز ماده الدوبامين من substantia nigra الموجوده في الميد برين بسبب لنا tremor at rest, muscle rigidity, bradykinesia او hypokinesia بطء في الحركه و dementia خرف. هلا ممكن الانسان مع العمر يحدث عنده نقص في الدوبامينيرجيك نيرونز، لا يعني انه راح يبدا عنده مرض اسمه باركنسون ديزيز. الانسان بيكون كومبنسيتد. متى بيظهر علامات مرض باركنسون؟ في حال حدث نقص او انخفاض في نسبه الدوبامين 50-60% من الدوبامينيرجيك كونتيننج نيرونز في السبستانشيا نيجرا أو من المخزون الاحتياطي 70-80% من الدوبامين الموجود في كوربوس استرياتم. من وين أجا مرض باركنسون؟ لليوم نسمع مرض باركنسون. سنة 1817 في لندن في بريطانيا جيمس باركنسون أول دكتور كتب في المرض هذا وسمى المرض شيكينج بالسي. شيكينج بالسي يعني شلل الرعاش، ولليوم احنا بنسمع المريض عنده شلل الرعاش او بنسميه ايه باركنسون ديزيز، مرض باركنسون. توفى هذا جيمس باركنسون سنة 1824 وفي فرنسا في باريس جين مارتن تشاركوت سمى المرض باسم جيمس باركنسون احتراما له وسماه باركنسون ديزيز. يبقى جيمس باركنسون سمى المرض شيكينج بارسي، شلل الرعاش، وبعد ما توفى تم تسمية المرض باسم جيمس باركنسون على اسمه وسموه باركنسون ديزيز. هذا هو جيمس باركنسون، ولد سنة 1755 وتوفى سنة 1824، وأول ما كتب عن المرض سماه شيكينج بالسي في لندن سنة 1817. أبو عمار الله يرحمه والبابا يوحنا بولس الثاني محمد علي كلايف هذول مصابين بمرض باركنسون، مصابين بمرض باركنسون. اتكلم الان على epidemiology of Parkinson's disease. Parkinson's disease is the most common neurodegenerative disease after Alzheimer. يبقى يعتبر second most common neurodegenerative disease after Alzheimer. يعني Alzheimer بيحتل المرتبة الأولى في neurodegenerative وبعده بيجينا مين؟ Parkinson's disease. الأنيوال انسيدنس
من 5 ل 26 كل 100,000، في امريكا 20 لكل 100,000. الايج اوف اونست 50، سن 50 يعتبر البيك تاع المرض، 65 50 65. بعد سن ال 65 بيحدث ديكلاين، يكون المرض بيصيب اكثر في سن من 50 ل 65. بعد سن ال 65 بيحدث ديكلاين وبينخفض نسبة المرض هذا. 4 إلى 10% من الحالات ممكن يجوا قبل سن الأربعين، لكن إذا بدل المرض هذا قبل سن الأربعين لازم نعمل work up، good work up to exclude secondary Parkinsonism, to exclude tumor, Wilson disease and other neurodegenerative disease and others focal brain damage. 6 الانسيدنس، الميل أكثر من الفيميل، 3:2 الريشيو. فميل الانسيدنس 95% من مرض الباركنسون بيكون سبوريديك كيسز، سبوريديك كيسز، وفقط 5% منهم بيكونوا فاميليا. تيولوجي اوف باركنسون ديزيز، موست كيسز اوف باركنسون ديزيز ار ايديوباثيك، زي ما اتفقنا سبوريديك كيسز بيكونوا due to combination of genetic and environmental factors. Theory، أهم شيء accelerated aging. أهم risk factor لموضوع Parkinson's disease is age. Gene mutation، environmental factor، العوامل البيئية والعوامل الخارجية، إنسان بيشتغل في مصنع مبيدات حشرات، إنسان بتعرض لسموم، انسان لايف اكسبيرينس، الناس اللي بيعملوا وبيشتغلوا ملاكم او مصارع زي محمد علي كلايف وبتعرضوا لريكرنت هيد تروما، كل هذا بيؤدي الى باركنسون. واتس ذا ريسك فاكتور اوف باركنسون ديزيز؟ ذا موست امبورتانت ريسك فاكتور از ايج، يعني العمر او السن هو اهم ريسك فاكتور. اثنين جينيتيك فاكتورز، وجدوا انه الناس اللي عندهم مونوزايغوتيك من بويضة واحدة نسبة الباركنسون بيكون عندهم اعلى في من الدايزايغوتيك. يبقى الموضوع العامل الوراثي له دور. ميل 6 اتفقنا انه الميل للفيميل 3:2، انفيرمنتال فاكتورز، الناس بتعرضوا للعمل مع سموم مبيدات حشرية، كل هذا أو heavy metals كله بيؤدي إلى neurodegeneration. life experience، تكلمت معكم عن موضوع recurrent trauma، على سبيل المثال واحد بيعمل ملاكم مصارع، recurrent emotional stress. طيب موضوع cigarette smoking and caffeine intake، الناس المدخنين وبيشربوا قهوة، وجدوا inverse correlation between cigarette smoking, caffeine intake and Parkinson disease. مش باركنسون لوحده، Alzheimer. وجدوا الناس المدخنين وبيشربوا قهوة كثير نسبة الباركنسون عندهم أقل من الناس غير المدخنين. هذا لا يعني، هذا احنا بنحلل موضوع التدخين، التدخين مكروه ومحرم. Anatomy of، لأنه مساوئه أكثر من نافعه. Anatomy of basal nuclei. The control of voluntary movement is affected by the interaction of the pyramidal, cerebellar and extrapyramidal system with the projection to the anterior horn cells or to the motor nuclei of the cranial nerves in the brain stem. عبارة عن ايش اكسترا بيراميدال نيرفا سيستم؟ هي عبارة عن بيرد سب كورتيكال كوليكشن، مثل اللي هو بيزال نوكلياي. غير البيزال نوكلياي في عندنا ريد نوكلياس، سبستانشيا نيجرا، كل هذا تابع لموضوع اكسترا بيراميدال نيرفا سيستم. سب ثالاموس اللي هو تابع للدايانسفرون من ناحية فانكشنال، له علاقة بالبيزال نوكلياي بالاكسترا بيراميدال نيرفا سيستم. من ايش تتكون بيزا نوكلياي؟ بيزا نوكلياي تتكون من كاودية نوكلياس،
لينتيفور نوكلياس اللي هي بتكون من بيوتامين اند جلوبوس باليداس، اميجدالويد بودي اند كلاوسترام، كل هذه تركيبتهم للبيزا النوكليان. هنا عنا هيد اوف كاوديت، هنا تيل اوف كاوديت. هذه الانتيفورم تتكون من اللي هو شرحت لكم اياها في البيزا النوكلياي، تتكون من لارج ولاترال ودارك بارت، هذا بيوتامين وهذه جلوبوس باليداس، هذه ميديال سمول لايتر. وفي عندنا كمان الهيد او كاوديت، هذه هيد او كاوديت، لو جمعتهم مع بعض بنسميهم كوربوس استرياتم، كوربوس استرياتم. ولو اجينا رفعنا من الانتيفورم رفعنا جلوبوس باليداس وجمعنا البيوتامين مع الكاوديت مع بعض بنسميه استرياتم او نيو استرياتم، استرياتم او نيو استرياتم. هذه لهم دور في تخزين مادة الدوبامين في مرض الباركنسون. لو حدث نقص في المخزون أكثر من 70 إلى 80% بيبدأ علامات اللي هو شلل الرعاش. هذه كوديت نوكلياس مثل حرف السي، إلها هيد بادي وتيل، في نهاية التيل موجود اللي هو أميجدالويد بادي. سبستانشيا نيجرا، سبستانشا نيجرا هي المصدر الرئيسي لمادة الدوبامين، تلعب دور هي والسبثالاماس. سبستانشا نيجرا نجيبها، سبستانشا نيجرا موجودة في الميد برين والسبثالاماس موجود في الداينسفالون. من ناحية اناتومي هذول يعتبروا اشياء مختلفة، سبثالاماس داينسيفالون وسبستانشيا ميد برين، لكن من ناحية فيسيولوجي جود ريليشن بتوين دي سبثالاماس اند سبستانشيا نيجرا. يعتبر سبستانشيا نيجرا والسبثالاماس من ناحية فيسيولوجية لهم علاقة في الاكسترا بايراميدال نيرفا سيستم. The neurons of the substantia nigra are dopaminergic، بفرزوا مادة ايه؟ الدوبامين. في الإنسان الطبيعي، في الإنسان الطبيعي الدوبامين والأسيتايل كولين متساويين، في بالانس بينهم، في بالانس بين الأسيتايل كولين والدوبامين. دوبامين انهبيتوري، بيعمل انهبيشن، والأسيتايل كولين اكزيتيشن ستيموليشن. طبيعي يكون في كفة متساوية بينهم، لكن في مرض الباركنسون بقل نسبة الدوبامين، بتقل نسبة الدوبامين. مادام قلت نسبة الدوبامين نسبة وتناسب زاد الأسيتايل كولين، بحدث ديس بالانس. يبقى هنا عندنا في النورمال كونديشن عند النورمال بوبوليشن بيكون عندهم الأسيتايل كولين كولينيرجيك الإكزيتيشن والدوبامينيرجيك او الدوبامين الانهبيشن، في بينهم بالانس. لكن في حال حدث نقص او انخفاض في مادة الدوبامين كفة مين راح ترجح؟ الكولينيرجيك اللي بيعمل اكزيتيشن، هذا بيؤدي الى مرض اسمه باركنسون ديزيز. يبقى هنا عرفنا في باركنسون ديزيز نسبة وتناسب راح ينخفض الدوبامين ويزيد الاسيتايل كولين. هو الاسيتايل كولين ما زاد، هو ان انخفض الدوبامين. يبقى في الحاله هذه فقدوا البالانس اللي بينهم وحدث انخفاض في الدوبامين وزياده في اسيتايل كولين نسبه وتناسب. في جود كونتاكت وجود كونكشنز بتوين سبستانشيا نيجرا ان ذا ميد برين ويذ جلوبوس باليداس ويذ لينتيفور نوكلياس او مع الاسترياتم. يبقى في جود كونكشن بتوين سبستانشيا نيجرا اند بيزا نوكلياي، في باثوي اسمه نيجرو استرياتم باثوي، نيجرو استرياتم باثوي. هذا نيجرو استرياتم باثوي بيعمل كونكشن بين سبستانشيا نيجرا اند بيزا نوكلياي. يبقى هذا اسمه نيجرو استرياتم باثوي بتوين ميد برين اند استرياتم
لاحظوا هذه هي السبستانشا نيجرا موجودة في السيريبرال بيدانكلز بتاعت اللي هو ميد برين. في جود كونكشنز بين السبستانشا نيجرا واللي هي بيزا نوكلياي او استرياتم. هذا الباثوي بيعمل ايه؟ بنسميه ايه؟ النيجرو استرياتم باثوي. من السبستانشا نيجرا بيتم افراز الدوبامين وتخزينه في الاسترياتم. طبيعي الدوبامين يكون عندنا موجود في حالة انه في عندنا مرض باركنسون راح يصير نقص وانخفاض في نسبة اللي هو الدوبامين. لاحظوا في الطبيعي عند الناس في الكوربوس استرياتم راح يكون بالانس بين كولينيرجيك نيرونز اللي هو اسيتايل كولين والدوبامينيرجيك نيرونز او الدوبامين نفسه اللي هو المخزون الاحتياطي بتاع الدوبامين. طبيعي يكون في بالانس بينهم، هذا شيء جيد. الاكزيتيشن كولينيرجيك والانهبيشن اللي هو دوبامين دوبامينيرجيك. نلاحظ ايش بيحدث في مرض باركنسون عندنا امبالانس. الاسيتايل كولين ما زاد نفس الشيء، لكن حدث انخفاض في نسبة الدوبامين، يبقى نسبة وتناسب زاد الاسيتايل كولين، وهذا راح يؤدي الى مرض اسمه باركنسون ديزيز او مرض شلل الرعاش. احنا اتكلمنا لحتى الان في الباثوفيسيولوجي واتيولوجي اوف ذا باركنسون ديزيز. ليش سموها سبستانشا نيجرا؟ هذه في ميد برين، نيجرا يعني اسود، عشانها غامقه دارك فيها بيجمنتد نيرون سميناها سبستانشا نيجرا. نلاحظ في مرض باركنسون ايش بيحدث؟ بصير لوس اوف بيجمنتد نيرونز والسبستانشا نيجرا تتحول ل مور بيل مور بيل. طب هذه في الصوره وين عندنا ميد برين لباركنسون ديزيز، وين في ميد برين لنورمال، وين في البيجمنتد نيرونز مور دارك؟ هان يقول هذا يعتبر هيلثي بيرسون هيلثي، وهنا سبستانشا نيجرا مور بيل، يقول هذا حاله ايه؟ باركنسون ديزيز. يقول هذه نورمال وهذا ايه؟ باركنسون ديزيز. كلاسيفيكيشن اوف باركنسونيزم، اكثر من 85% من حالات الباركنسون يعتبروا ايديوباثيك، لكن في 15% بيكونوا سكندري باركنسونيزم ايديوتوليجن، ممكن يكون دراج انديوست باركنسونيزم. في مرضى ممكن ياخذوا ادويه انتي سايكوتيك دراجز، هذه الانتي سايكوتيك دراجز راح تعمل انخفاض ونقص لماده الدوبامين وتؤدي الى اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن از باركنسون او باركنسونيان سيندروم. يكون في الحاله هذه انا كطبيب انا بعرف انه هذا العلاج راح يعمل خفض لايه؟ للدوبامين. انا بروح بعطي علاج ثاني اسمه ارتان او ترايكسيفينيديل، هذا العلاج بخفض لي كمان الكولينيرجيك الاسيتايل كولين عشان احافظ على البالانس، وفي الحاله هذه ما راح يحدث كومبليكيشنز للعلاج. اثنين، فاسكولار باركنسونيزم 3%، توكسين انديوس باركنسونيزم ناتج عن بعض السموم، ريكارنت هيد تروما، بوست انسيفالايتس، ضيفه من عندي تيومر، يوم الايام اجاني مريض على عيادتي عنده اعراض باركنسون تيبيكال باركنسون ديزيز، صورته اي سي تي لقيت عنده تيومر في السبستانشا نيجرا، في الميد برين في تيومر وهو اللي سبب لنا سكندري باركنسونيزم. الان فهمنا المرض صح، ايش هو المرض؟ ننتقل لموضوع اخر، الاعراض بتاعت المرض، ايش الكلينيكال مانيفيستيشن اوف ديزيز، كيف انا اشخص مريض باركنسون؟ انا بشخصه في الشارع وهو بمشي، من حد ما يفوت عندي باب العياده بشخص انه هذا مريض باركنسون من الانسبكشن. عندنا اهم سيمتومز تريمر اتريست، تريمر اتريست. اثنين، برادي يكون عندهم ايه؟ جنرالايزد سلونس اوف موفمنت، المريض بيمشي بنسميها شافلينج جيت، شافلينج جيت ماشي في وضع افليكشن في الابر ليمز وافليكشن في اللور ليمز مع برادي كاينيزيا وتريمر، بيكون عندهم مشي زي هيك
بطيئه مشيتهم وريستنج وتريمر، زي واحد بيعمل بيل رولينج بيعد بالسبحه بسبح، بكون زي الرجل الالي. هذا اعراض مرض باركنسون. مصل ريجيديتي، بكون عندهم مصل بلاستيسيتي او ريجيديتي، اند باستورال انستابيليتي. هذه تفراد كاردينال سيمتومز اوف باركنسون ديزيز. واحد برادي كاينيزيا او هايبوكاينيزيا، يعني بطء في الحركة. اثنين ريستينج تريمرز. ثلاثة مصر ريجيديتي. اربعة باستورال انستابيليتي، بتلاقي المريض هو ماشي فيش ثقة في مشته، ممكن ايش يكون عنده ديسبالانس. واضح ان المريض مع الباستورال انستابيليتي ممكن ايه يحدث عنده سرعة في الحركة، تلاقيه يسرع عشان يحافظ على الديسبالانس، تلاقيه يميل للامام، يقع، يكون عنده difficulty rising from sitting position. في البداية صباحا المريض بيكون مكربج مش قادر يتحرك، في difficulty في initiation of movement. كوجويل فينومينا، بيكون عندنا لو فحصنا المصل rigidity المصل تون بيكون عندهم نفس الترس، تلاقي ايده ايش هيك زي واحد زي ترس ماشي، خاصة لما يكون معاه تريمر. وعندهم resting tremor، بيكون نظام بالرولينج. بالرولينج يعني ايه؟ واحد قاعد بيسبح في تريمر بين الثمب والفور فينجرز في الريست، بيكون هذا. نبدا باول اعراض اللي هو ريست تريمر. ريست تريمر يعتبر موست كومون فير سيمتوم. 70 ل 75% من حالات الباركنسون او مرض شعر الرعاش بيبدو بايش؟ بيبدو بريستنج تريمر، وبيكون على نظام قلنا بيل رولينج. بيل ايه؟ رولينج بتوين ذا ثام اند فور فينجرز. لكن لا يعني انه كل مرضى باركنسون لازم يكون معهم ريستنج تريمر. 20% من حالات الباركنسون بيكون عندهم مصر ريجيديتي اونلي ويزاوت ريستنج تريمر. طب واتس ذا كاركتر اوف ريستنج تريمر؟ ايش الكاركتر بتاع ريستنج تريمر؟ واحد تريمر اتريست، يعني في الراحه في الهدوء في السكوت بيكون عنده تريمر. اثنين تريمر امبروفد ويذ موفمنت، مع الحركه بتحسن هذا الرجفه، الرجفه بتتحسن مع الحركه. ثلاثه تريمر ديس ابير ديورينج نايت ديورينج سليب، خلال النوم بيختفي هذا التريمر. طب حد يسال ليه يا دكتور التريمر بيختفي اثناء النوم؟ ليه؟ لانه احنا لما ننام في البرين عندنا شيء اسمه ريتيكولا فورميشن. عمره حد نام وهو شادد جسمه؟ لا، لازم نرتخي. هذا الريتيكولا فورميشن بيعمل لنا جنرالايز هايبوتونيا، بيعمل لنا استرخاء كامل عشان نعرف ننام. وفي الحاله هذه تعمل انهبيشن للتريمر وبيختفي ايه؟ الرجفه اثناء النوم. السيمتوم الثاني برادي، ايش يعني برادي؟ يعني هايبوكاينيزيا، يعني بطء في الحركه، بطء في الحركه. ليه بيحدث معهم بطء في الحركه؟ لانه عندهم مصر ريجيديتي، جسمه ايه؟ مخشب متيبس. يعتبر سلونس اوف موفمنت، ديفيكولتي وذ ديلي اكتيفيتيز، يعني عندهم صعوبه في الحياه اليوميه، كتابه، في الاكل اثناء الاكل، اثناء الحلاقه اذا كان ميل، تمام، في الاستحمام، في العمل الروتيني تاعه، لانه بيكون كل عضلاته ايه في وضع ريجيديتي. عندهم difficulty initiation of movement، decrease blinking and slowness of expression muscle. بيلاحظ الوجه بتاعه رمشة العين خفيفة، وجهه كيف زي واحد بانج هيك ممسوحة، زي ايه بنسميها mask like appearance، مثل واحد لابس ماسك على وجهه. فيش التعبير نضحك نبتسم نكشر، التعبير هذا بتخف عنده من ايه؟ من المصل ريجيديتي، بسموه ماسك لايك ابيرانس او فيس. ممكن يحدث معهم ديس ارثريا ديسفيجيا. ليه بيحدث معهم ديسفيجيا وديس ارثريا وديفيكالتي ماستيكيشنز؟ لانه ممكن يكون عندهم اوروفارينجيال مصل ريجيديتي. من ايه؟ من الاوروفارينجيال مصل ريجيديتي. هذا بتؤدي الى ايه؟ بتؤدي الى ديفيكالتي اوف سولوينج اند ديفيكالتي اوف ماستيكيشنز. في السبيتش كمان بتعملنا ديس ارثريا.
ايه بيكون عندهم صوتهم بيكون عندهم whispering speech، صوتهم هافت، مش نبرة الصوت العالية الموجودة، بيكون بسميه واحد ايه زي واحد بهمس همس. مصر rigidity او بنسميها plasticity، it is a type of muscle hypertonia، بيكون عندنا resistant to passive movement، affection flexor and extensor group muscle، بيكون تعطينا plastic او rigidity type، لكن لما يكون معهم تريمر تعطينا حاجة اسمها كوغويل كواليتي او كوغينج او كوغينج، يعني كيف نظام ترس، لما انا احرك الايد انا بحركها طبيعي هنا هيك عادي طبيعي، لكن عند المرضى باركنسون تلاقي ايش، بفحص مصل تون تلاقي ايه في زي ايه تقطيع هيك في الحركة، هذه بنسميها كوغويل فينومين. اذر سيمتوم الجيت مثل ما مثلت لكم، يكون عندهم shuffling gait، difficulty getting out of a chair or rolling over in bed، المريض بيشكي انه بيقدرش يتحرك، بيقدرش يقوم من الكرسي، بيقدرش يلف وهو نايم في السرير، ممكن يحدث معهم سقوط كثير falls. speech قلنا soft speech whispering rapid speech. طب والكتابة تاعتهم من المصر rigidity، يكون عندهم small handwriting، يعني بيكون عندهم micrography، micro ايه جراف يعني خطهم صغير مايكروغرافيا. اديشنال كلينيكال فيتشرز اوف باركنسون ديزيز، اعراض اخرى بتحدث في مرض باركنسون، بشر عن الاستابيليتي، عدم الثقه وعدم الاتزان، ديفيكولتي اوف ذا اوتونوميك نيرف سيستم، ايه بحدث كونستيبيشن، bladder dysfunction، excessive sweaty، greasy skin، يكون عندهم دهنة، sexual difficulty and insomnia، أرق في النوم. هذول المرضى ممكن يدخلوا في depression anxiety psychosis، وفي late stage بحدث معهم decline في cognitive function بتأدي إلى dementia، تلاقي أهله بيشكوا المريض بنسى زي الخرف عنده حصل، هذا من طبيعة المرض في الأدفانس ستيج أوف باركنسون ديزيز. الآن أتكلم على دراج إنديوس باركنسونيزم، هذه عبارة عن أنواع من الباركنسونيزم لها علاقة ببعض العلاجات مثل أنتي سايكوتيك دراجز، النيوروليبتيك، فينوثيازين أو بنسميه ميدوكيت، هذه حقنة بنعطى مرة في الشهر لمرض الشيزوفرينيا، مرض الفصام، الحقنة هذه بتنعطى مرة في الشهر للمريض. هذه من الأعراض الجانبية تبعتها تعمل ديبليشن للدوبامين، تنقص الدوبامين، تعمل انخفاض للدوبامين. في الحالة هذه احنا بنعطي علاج ثاني يعمل انخفاض للأسيتايلكولين عشان احافظ على البالانس بين أسيتايلكولين اند دوبامين، وهذا بيؤدي إلى نقص الكومبليكيشنز وعدم وجود كومبليكيشنز من العلاج اللي هو فينوثيازين. لكن لو معطينا علاج بيعمل انخفاض للأسيتايلكولين هذا بيؤدي إلى إيه؟ دراج انديوس باركنسونيزم. اثنين أنتي إيميتيك دراجز، ميتوكلوبروميد، هذا علاج بنعطيه لمين؟ لفوميتنج في حالة التقيؤ. من الأعراض الجانبية بتاعته ممكن يعمل إكسترا بيراميدال مانيفستيشن أز ديسكاينيزيا، حركات لا إرادية يحدث معهم في الوجه أو في اليدين. هذول العلاجات بتعمل بلوك للدوبامين ريسبتورز. طيب احنا شخصنا مريض الان عنده باركنسون، بدنا انتقل لموضوع اخر investigations، ايش في فحوصات لازمة لمرض الباركنسون. هلا ما في لابوراتوري تيست بشخص باركنسون، باركنسون بنشخصه كلينيكالي بالعين، لكن في فحوصات بنعملها to exclude other disease، يعني brain city and MRI بيتم عملهم للمرضى الباركنسون to exclude structural lesion. صور مريض عنده برين تيومر، عنده ورم في الدماغ موجود في سبستانشا نيجرا، ولا شخصه باركنسون ديزيز، لا هذا مش برايمري باركنسون، مش ايديوباثيك، هذا اسمه سكندري باركنسونيزم ديو تو تيومر، يقول لازم نحدد في فوكال برين دامج او ما في. فانكشنال ايميجينج، في فانكشنال ايميجينج اجهزه غاليه جدا زي البيت سكان والسبكت اللي هو بوزيترون ايميشن توموغرافي وسنجل فوتون ايموشن سيتي، هذا بيساعدنا للدياجنوسيس اوف
باركنسون ديزيز، غير هيك بيساعدنا في متابعة علاج مرضى الباركنسون. هاي عنا البيت سكان أو بوزيترون إيميشون توموغرافي. في البيت سكان هذا بدرس الفانكشنال بتاعت البرين، فانكشن تبعت البرين. يعني لاحظوا في الستريتام هنا اللون الأحمر هذا دوبامين، هذا طبيعي عنا عند الناس كلهم يكون موجود الدوبامين بالنسبة هذه. إيش حدث في مرض الباركنسون؟ في الرعاش انخفض، تم انخفاض في نسبة الدوبامين. لاحظوا النقطة الحمراء هذه انخفضت قلت، هذا قبل العلاج. طب أعطينا علاج للمريض ونصوره بعد العلاج، بنلاحظ إيش هذه النسبة زادت. هذا الجهاز مش موجود كثير منهم. لسينجل فوتون إيميشن سيتي، سينجل فوتون إيميشن سيتي. نفس الشيء في الطبيعي بنلاحظ إيش الدوبامين مثل الفاصلة كوما عامل النقطة هذه في الكاوديت، والديل بتاعها موجود في البيوتامين. هذا طبيعي عند إنسان طبيعي. طب إيه حدث في مرض الباركنسون؟ قل الأبتيك، حدث نقص الأبتيك أوف بتاع الدوبامين. طب لو أعطينا علاج وقارنا ممكن نلاحظ زادت عودة إيه رجعت الفاصلة هذه الكوما للحجم تبعها أو أقل شيء بسيط. الآن راح ننتقل لعلاج مرض باركنسون. كيف بدنا نعالج باركنسون ديزيز؟ قبل ما ابدا بعلاج مرض باركنسون بدنا نرجع للبايوكيمستري ونعرف من وين بيجي الدوبامين، هذا ايش مصدر الدوبامين عشان اعالج صح. الدوبامين اصله من امينو اسيد، بيجينا من ايه؟ فينيل الانين تعطينا تيراسين، تيراسين تتحول لدوبا، الدوبا تتحول لدوبامين. لا ايه دوبامين. في الحالة هذه انا بدي ازول السينتز بتاع الدوبامين، هاي واحد، او احفز الريسبتورز بتاعت الدوبامين، هاي اثنين، ثلاثة اقلل الديجراديشن اوف دوبامين، اعمل بلوك للانزيم اللي بيسرعه في تكسير الدوبامين. يبقى في الحالة هذه اما بزود الدوبامين، بزود السينتز بتاع الدوبامين، او بعمل تحفيز للريسبتور اوف دوبامين، او بعمل بلوك للانزيم اللي بيعملوا تكسير وديجراديشن لماده الدوبامين لهوموفالينيك اسيد او اللي هو نور ابينفرين او ابينفرين. يبقى في الحاله هذه ممكن نعطي كومت انهيبيتر وقلل تحويل الدوبامين لهوموفالينيك اسيد، او اعطي ماوب انهيبيتر وقلل تحويل الدوبامين لنور ابينفرين وابينفرين. هذا هو الخطة الموجودة لعلاج الباركنسون. او خطة ثانية ممكن اضيف كمان علاج يعملني نقص للأسيتال كولين، انتي كولينيرجيك دراجز نعطي. هذه ادوية بتنعطى لمرض الباركنسون من ضمنها اللي هو ليفادوبا دوبامين اغانيست مثل دوبيكار او سينيميد، تعتبر جولد ستاندر تريتمنت. دوبامين ريسبتور اغانيست برومكريبتان براميبكسول، كومت انهيبيتر تولكابون. بنضحك احنا انت كابون، بنضحك مع الطلاب بنقولهم انت كابون وانا كابون عشان يحفظوها، انت كابون وانا كابون، بس هو انت كابون لوحده مش حد يقول لي انا كابون كمان في العلاج. انت كابون تولكابون، ماوب انهيبيتر سيليجيلين او جوميكس. يقول انا في الحالة هذه انا حفزت الدوبامين وقللت الديجراديشن بتاعه، ممكن نعطي انتي كولينيرجيك دراجز نقلل اسيتال كولين كمان، تراي هيكسيفينيديل او ارتان. امانتادين بيعطى في الحرب العالمية، جمعوا الجيش الاحتياط كبار في السن عندهم مرض باركنسون ما حدش كان كاشفه، واعطوهم امانتادين. هذا الامانتادين اصله انتي فايرال، علاج للفيروسات، ووزعوا انتي فايرال للوقايه من الانفكشن ديزيز في الحرب. وجدوا لاحظوا كبار السن اللي عندهم ريجيديتي وعندهم براديكاينيز تحسنت مشيتهم مع الامانتادين. في الحاله هذه تركوا انتي فايرال افكت بتاع الامانتادين، والان بيستخدم ومن زمان بيستخدم لعلاج المصر ريجيديتي في حالات الباركنسون ديزيز. هذا استليفو عباره عن كومباينيشن دراج
في ليفادوبا كاربيدوبا وانت كابون. يعني في ليفادوبا اغانيست مع ايه؟ مع كومت انهيبيتور مع بعض، يعني بنزود الدوبامين وبنقلل الديجراديشن في حبه واحده. في علاج جرعات له 50 12 ونص 200 125 200 150 37 ونص 200 200 على 50 على 200، كل هذه جرعات لعلاج اسمه استاليبو. مش مطلوبين منكم كثير، لكن احنا لازم نكون عارفين بس ايش هن الادويه اللي بنعطوا لمرض الباركنسون. في بعض الحالات ميديكال ريفراكتوري، ميديكال ريفراكتوري اللي هو باركنسون ديزيز، ما بيستجيبوش للعلاج وحالتهم بتتطور بسرعه، ممكن يكون في تدخلات جراحيه في مراكز كبيره مثل اللي هو ديب برين ستيموليشن، ممكن عمل ثلاميك ستيموليشن، هذه بتحسن ايش التريمر اكثر وما لهاش دور في المصر جيدتي او برادي كاينيزيا. ممكن عمل باليدال ستيموليشن او سبثلاميك ستيموليشن لحالات اللي هو المصر جيدتي والديسكاينيزيا. ان يور ريسيرش نيكوتين ميلاتونين، وجدوا انه النيكوتين الاكت بتاعه سيميلر لليفادوبا. فيوتشرز مانجمنت بيطلعوا للمستقبل ايش يعملوا اللي هو جين ثيرابي او ينعمل فيتال نيجرال سيلز ترانسبلانتيشن، يعملوا زراعه خلايا عصبيه لمرضى الباركنسون. الان انا هيك انجزت لكم موضوع باركنسون ديزيز، خمس دقائق اشرح لكم مرض اخر اسمه ويلسون ديزيز. ويلسون ديزيز او بنسميه اكاينيتيك ريجيد سيندروم، هذا بيجي اكثر في التشيلدرن عند الاطفال، بسموه هيباتو لينتيكولار ديجينيريشن. من وين هيباتو لينتيكولار ديجينيريشن؟ لانه بيصيب الكبد والانتيفورم نوكليوس، لذلك سمي المرض هيباتو لينتيكولار ديجينيريشن. يعتبر autosomal recessive disorder characterized by defect of cellular copper export. المشكله وين؟ في الـ الـ في الكوبر اكسبورت، وفي الحاله هذه بيحدث accumulation للكوبر، بيحدث accumulation للكوبر. وين بيحدث accumulation للكوبر؟ في الليفر واذر تيشو من ضمنهم بيزا النوكلياي لينتيفورم نوكلياس، لذلك سمي المرض هيباتو لينتيكولار ديجينيريشن. ايش الباثوجينيسيس اوف ويلسون ديزيز؟ في الطبيعي سيرولوبلازمين بيتحد مع كابا مع النحاس وبيخرجوا مع البايل مع عصاره المراره وبخرج مع الاستول ومع الفيكال مع البراز. في مرض ويلسون بيكون في ديفيشنسي في السيرولوبلازمين اللي بيتحد مع 98% من كبر وبيخرجوا عن طريق البايل. طب ايش بحدث ما دام في مشكله في ميوتيشن في السيرولوبلازمين؟ في الحاله هذه السيرولوبلازمين انيبل تو بيندينج ويذ كبر، ما بيقدر ولا يستطيع انه يتحد مع الكبر ويخرجه. بيروح الكبر بيتحد مع اذر بروتينز، مع بعض البروتينات، جزء منه بخرج من اليورين من عن طريق الكلى، والجزء الاخر بيحدث اكوموليشن في جسم، بتخزن في جسم الانسان في الانسجه، من ضمنهم في العين، في البيزا النوكلياي، في الليفر، في اللانج، وهذا يعتبر ماده سامه النحاس، ماده ايه؟ سامه. ايش الكلينيكال فيتشرز اوف ويلسون ديزيز؟ بروكسيمال تريمر، بكون معهم تريمر. كوريو اثيثويد موفمنت، حركات لا اراديه. برادي كاينيزيا، ممكن يكون معهم بطء في الحركه. في الاكيوت ستيج ممكن يجوا بسايكوسيس، بيهيفير تشينجز، ويتم معالجتهم في البدايه في قسم الامراض النفسيه. ممكن يحدث معهم ديس ارثريا اند اذر تايب اوف سبيتش ديفيكالتي، ديستونيا اند ريجيديتي. وفي النهايه الليفر انفولفمنت ضروري يكون معهم. ليه؟ لأن هذول المرضى ممكن في نهاية المرض في الأدفانس ستيج يدخلوا في هيباتيك فيلر، فشل في وظائف الكبد، ويحتاج المريض نقل أو زراعة كبد لإله. إيش الدياجنوستيك؟ كيف بنشخص مرض ويلسون؟
الفحص السيرالوبلازمين في البلد بيكون لو، الكبر في البلد ممكن تكون لو او ممكن تكون نورمال ما بعتمدش عليها في الفحص. اهم شيء افحص نسبة النحاس في البول، بتجمع البول 24 ساعة وبنفحص فيه نسبة النحاس. ليه؟ لأ احنا عارفين في طبيعي النحاس بتحد مع السيرالوبلازمين بيطلع مع الستول عن طريق البايل مع الستول مع الفيكل مع البراز، لكن في نقص السيرالوبلازمين بتم اتحاد أدر بروتينز مع ايه؟ مع الكبر، جزء منه بحدث له اكوموليشن في الجسم والجزء الاخر بيخرج عن طريق اليورين. في الحالة هذه راح نلاقي عندهم هاي كبر يورين اوت، يعني في اليورين راح نلاقي نسبة ايه؟ النحاس عالية، وبتاخذ الفحص البول مدة 24 ساعة. ممكن اعمل ليفر بايوبسي، برين ام ار اي بيكون ثلاميك اند بيوتمينال هايبر انتنسيتي. لو فحصنا العيون اوفثالمولوجيكال اكزامينيشن ممكن نلاقي ديبوزيشن اوف كبر في العين، تعمل حاجة اسمها كايزر فليشر رينج، تنفحص على سليت لامب عند دكتور العيون. العلاج دي بنسيلامين، تريانتين، اورال زنك، وفي الادفانس ستيج في حالات الليفر فيلر او هيباتيك فيلر بيحتاجوا زراعة كبد، نقل كبد للإنسان. هذه كايزر فليشر رينج، تكون زي رينج في العين حوالين العين. هذه الرينج ناتج عن تجمع مادة النحاس. ايش بحدث في مرض ايش؟ ويلسون. هاي الكبر اجى مع الاكل مع الطعام، تم امتصاصه للبلد، اتحد مع الالبومين، الالبومين راح يوصله للكبد. في الكبد في شيء اسمه سيرولوبلازمين، هذا السيرولوبلازمين بيتحد مع الكبر مع النحاس وبيخرجه من الكبد عن طريق عصارة المرارة الى الامعاء، ومن الامعاء الى البراز وبخرج من جسم الانسان. هذا طبيعي. طب ايش بيحدث في مرض ويلسون؟ في عندنا بروبلم هان، في مشكله، في موتيشن في سيرولوبلازمين. في الحاله هذه حدث اكوموليشن لمين؟ للكبر في الليفر اند اذر تيشو، وجزء من ايش؟ من الكبر بيتحد مع اذر بروتين وبيخرجه عن طريق الكدني باليورين. طب الديبنسيلامين ايش راح يعمل؟ راح يسبق الالبومين ويتحد بعد امتصاص الكبر للدم، بعد امتصاص الكبر للدم راح هذا الترينتين والديبنسيلامين يتحد مع مين؟ مع النحاس، وما يوصلوش للليفر ويخرجوا دايركت عن طريق ايش؟ الكدني، عن طريق ايش؟ الكلى، ويقلل الاكوموليشن بتاعته ونسبته في الجسم. في دواء اسمه الزنك اسيتيت او سلفيت، هذا الزنك ايش بعمل؟ بيشتغل على وين؟ على الكبر في الانتستاينال، بيشتغل على الكبر في الانتستاينال وبيمنع امتصاصه من الامعاء، وفي الحاله هذه بقول ستوب، بيوقف امتصاصه للدم وبيقلل نسبه وجود كبر في الدم، وهيك بيكون حدث انخفاض لنسبة النحاس في الدم. وفي الحالة هذه بيكون احنا وصلنا لنهاية المحاضرة.